الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي بيحتفلوا باغتيال الإعلامي المصري الرياضي محمد شبانة، الأستاذ محمد شبانة اللي كلنا بنحبه من أيام مودرن سبورت، واللي دخل فيه سجالات كبيرة مع مرتضى ومع غيره، ولسه ليه برنامج رياضي. زي ما بقول لحضرتك كده، الجيش الإسرائيلي نشر صورته على ورقة كوتشينا وعليها رقم 6، وأن هو المطلوب رقم 6 في حركة حماس، واحتفلوا أن هم اغتالوه في رفح. وبعد كده طلعوا قالوا يا جماعة لا، ده احنا معرفناش نغتاله ولا حاجة ومعرفناش نقتله، وحاطين صورة الأستاذ محمد شبانة. طب ايه علاقة محمد شبانة الإعلام الرياضي المصري بحماس، بإسرائيل، برفح، بالعملية، بالشباك، بالكلام ده؟ ايه يا جماعة الضحك اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل انه الجماعة في جيش الاحتلال وجهاز الشباك ما يعرفوش ان ده محمد شبانة الإعلام المصري، وفاكرينه محمد شبانة ابو انس اللي هو قيادي في حركة حماس، واللي هو المطلوب رقم 6 عند إسرائيل. فقاموا الجماعة مش عارفين الصورة بتاعت الرجل المطلوب عندهم، فقاموا حاطين صورة الإعلام المصري الجميل محمد شبانة في لقطة هتاخد لقطة أغبى لقطة في 2014، وأكتر لقطة كوميدية في السنة العجيبة اللي احنا في 2024، آسف، وأغبى لقطة في السنة العجيبة اللي احنا عايشينها دي. الموضوع في جزء كوميدي، في جزء يضحك، وفي جزء الكوميكس وها ها ها وجيش ساذج ومش عارف ايه والكلام ده كله، تمام. لكن الموضوع الحقيقة في جزء يتعلق بخطورة على حياة مواطن مصري اسمه محمد شبانة، والموضوع مش مبالغة. احنا بنتكلم على بروباجندا للاحتلال موجودة في العالم كله دلوقتي، بنتكلم ان هو بيقول ان الجماعة بتوع حماس دول جماعة ارهابيين ووحشين ومطلوبين والكلام ده كله، مش كده؟ تخيل معايا الصورة اللي هم نشروها للإعلام المصري محمد شبانة، يشوفها واحد في ألمانيا، يشوفها واحد في فرنسا، يشوفها واحد من الموتورين اللي موجودين في بريطانيا، في أي مكان. تخيل ان الأستاذ محمد مسافر في أي حتة من دول، هو شايف على الموبايل عنده جيش الاحتلال والشباك حاطط له صوره محمد شبانه وبيقول له ده بتاع حماس اللي ما عرفناش نقتله، قام هوب لاقيه قدامه في الشارع، هيعمل فيه ايه؟ القصه مش بس هزار يا جماعه، وما ينفعش تبقى هزار. انا ما اعرفش الفيديو ده هيوصل للاستاذ محمد شبانه ولا لا، انا ما اعرفوش والله قبل كده، بس انا كنت بتابعه يعني. اتمنى ان الفيديو ده يوصل له. حضرتك محتاج تاخد اجراءات، حضرتك محتاج تتكلم مع الخارجيه المصريه، الجماعه دول لازم ينزلوا اعتذار، الجماعه دول لازم يحذفوا الصور دي وينزلوا اعتذار رسمي ليك. لازم البروباجندا بتاعتهم دول ما بيعتذروش عن حاجة، قالوا 40 طفل اللي اتقتلوا، قالوا مش عارف اغتصبوا النساء، وطلع الكلام بلح كله. انت عشان حياتك تبقى في امان وعشان تقدر تتحرك براحتك، احنا بنعيش دلوقتي في مرحلة بعد 7 اكتوبر فيها مجانين في كل حتة بيتأثروا بالبروباجندا دي. اتمنى ان الفيديو ده يوصلك، واتمنى ان حضرتك تكون في سلام وامان وتعيش حياتك في شكل امن تماما، لكن لازم يكون في تحرك على مستوى الدولة. لازم وزارة الخارجية تتواصل مع الجماعة دول، يقول لهم بطلوا عبط، حياة الناس مش بالسهولة دي. لما حضرتك عايز تعمل مطلوب في حماس تحط صورته، ما تروحش تجيب صورة مواطن مصري. فدي نقطة مهمة جدا. فزي ما الموضوع فيه كوميديا وفيه ضحك وكلام زي كده، لا، الموضوع مهم ويمس حياة مواطن مصري اسمه محمد شبانة، لازم انه يتحرك ولازم الفيديو ده يوصل له بسرعة.